رسول الله. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في الحصة السابقة إلى بعض تطبيقات التحليل الكهربي، وقلنا في التحليل الكهربي كمراجعة سريعة التحليل الكهربي أن في التحليل الكهربي عبارة عن أن المادة الكيميائية تتحلل بفعل الكهرباء إلى مكوناتها الأساسية، وتعرفنا في الحصة السابقة على الأنود والكاثود وعملية اتجاه أو حركة الأيونات تجاه هذه الأقطاب. هناخذ في أول أمثلة على التحليل الكهربي اللي هو التحليل الكهربائي لبروميد الرصاص اللي هو رمزه BBr2. بروميد الرصاص هو عبارة عن مركب كيميائي يتكون من عنصرين اللي هما الرصاص والبروم. ولو نشوفوا التركيب الكيميائي لبروميد الرصاص عبارة عن BBr2، عند مرور تيار كهربائي في مصهور بروميد الرصاص يتأين إلى أيونات رصاص اللي هي BB+2 اللي هو موجب 2، وأيونات البرومايد اللي هي Br-1. عند مرور التيار الكهربائي في هذا المصهور كيف ما تعلمنا أن تتجه الأيونات إلى الأقطاب المعاكسة لها في الشحنة، أي أن الكاتيونات اللي هي أيونات الرصاص الموجبة حتتجه للقطب السالب اللي هو الكاثود، وتتجه أيونات البروم السالبة إلى القطب المعاكس لها في الشحنة اللي هو الموجب اللي هو الأنود. كيف ما تعلمنا أن عملية الأكسدة تتم عند الأنود وعملية الاختزال تتم عند الكاثود. فلو درنا عملية تحليل كهربائي لبروميد الرصاص نلاحظ أن عند الأنود تم عملية أكسدة. لما يمر التيار الكهربائي نلاحظ أن عند الأنود تبدأ تتصاعد عندي أبخرة بنية من البروم. اللي حدث كالتالي أن أيونات البروم السالبة تتجه قلنا إلى الأنود اللي هو موجب الشحنة. فلما تتجه أيونات البروم السالبة إلى أنود موجب الشحنة، أي أن هذا الأنود عنده نقص في الإلكترونات، بينما الأيون البروم تلاحظ أنه يحتوي على أيون سالب، أي أن عنده زيادة في الإلكترونات. فبالتالي أيونات البروم تعطي شحنتها إلى منو؟ إلى الأنود هو موجب الشحنة. كيف ما نلاحظ أن البروم السالب يتجه إلى الأنود، كيف ما شفنا حيعطي شحنة السالبة هي عبارة عن إلكترون، حيعطيها لمنو؟ حيعطيها للأنود. يجي ذرة بروم أخرى أو أيون بروم آخر يتم نفس العملية، يجي أيون بروم آخر سالب يتجه للأنود ويعطيه الإلكترون تاعه، فبعد ذلك تأتي ذرة بروم مع ذرة بروم متحدًا ويكونًا شنو؟ يكونًا جزيء بروم. بهذه العملية نلاحظ تكرار هذه العملية تصاعد أبخرة بنية من البروم، وهذه العملية تسمى عملية أكسدة. تلاحظ ليش أكسدة؟ لأن البروم هو عبارة عن أيون سالب واحد تحول إلى صفر، والسالب واحد إلى صفر هي زيادة في حالة التأكسد، وهي عملية شنو؟ عملية أكسدة. يبقى الناتج التحليل الكهربي المصهور بروميد الرصاص هو غاز البروم، وهو عبارة عن أبخرة بنية. نجي للكاثود. الكاثود طبعا هو عبارة عن قطب سالب الشحنة، فلتأتي بالطبيعي تأتيه أيونات موجبة الشحنة اللي هي أيونات منو؟ أيونات الرصاص. لما جي أيونات الرصاص موجبة الشحنة تتجه في اتجاه الكاثود، تلقاه هو قطب غني بالإلكترونات، حتاخذ منه إلكترونات، كم تاخذ إلكترون؟ حسب شحنة الأيون. لما كان الرصاص موجب 2 حياخذ 2 إلكترون ويتحول إلى شنو؟ إلى ذرات رصاص. وبالطبيعي لأن ذرات رصاص موجودة في الحالة السائلة، فبالتالي يتكون مصهور رصاص عند منو؟ عند الكاثود. الخلاصة التحليل الكهربي لمصهور بروميد الرصاص هو أبخرة بنية من غاز البروم عند الأنود، ومصهور رصاص هو لونه راسب فضي عند الكاثود وعلى شكل شنو؟ على شكل سائل. نجي المثال الثاني اللي هو المثال الثاني لتحليل كهربي، هو تحليل كهربائي لمحلول كلوريد الصوديوم اللي هو مالح مركز. يتكون طبعا كلوريد الصوديوم من عنصرين هما الصوديوم والكلور. لما يمر التيار الكهربائي بالطبيعة هنلاحظ أن الصوديوم اللي هو يتحول إلى أيون موجب والكلور Cl سالب. فهنا لما قلنا مركز أي أن المحلول يحتوي على كمية بسيطة من الماء، فبالتالي هنا الطالب عكس التمرين اللي فات، هو التمرين السابق قلنا مصهور بروميد رصاص. مصهور بروميد رصاص معناها شنو عندي؟ ما عنديش ماء، في غياب الماء، يعني مصهور معناها غياب ماء. هنا عندي محلول لكن قال لي مركز. دائما لما تسمع كلمة محلول إذا عندي أيونات منو؟ عندي أيونات الماء. لكن لأن قال لي مركز إذا نعرف أن كمية الماء بسيطة، أي أن أيونات الأوتش السالب والهيدروجين الموجب لمصدرها الماء أصلا تكون شنو؟ تكون منخفضة. فبالتالي اللي يحدث عندي أن محلول كلوريد الصوديوم هذا المركز
لما يمر في تيار كهربائي تتنافس هذه الأيونات. كيف تتنافس؟ تتجه أيونات السي ال السالب والأو اتش السالب إلى شنو؟ إلى القطب المعاكس اللي هو الأنود موجب الشحنة، وتتجه أيونات الصوديوم وأيونات الهيدروجين الموجب إلى الكاثود هو معاكس لها في الشحنة. فبالتالي اللي يصير هنا حاجة اسمها انتقائية، أي أن شنو؟ أي أن القطب لا يستطيع تفريغ هذه الشحنات في نفس الوقت. اللي يصير أن تبدأ عملية تسمى فيها عملية انتقائية، أي أن القطب يختار أحد الأيونات وتتم عملية تفريغ الكهربي. كيف ما نلاحظ عندي هنا أن السي ال سالب والأو اتش السالب لما يتجه هنا اثنين اتجاه الأنود اللي هو القطب الموجب، شنو يصير هنا؟ قال لي هنا المحلول مركز. محلول مركز يعني أن كمية السي ال سالب حتكون أكثر أو أكبر من كمية الأو اتش السالب، فبالتالي الأنود حيختار منه؟ حيختار السي ال السالب. نعودها، لأن المحلول مركز إذن هنا في أفضلية للكلور السالب على الأو اتش السالب، هذا مصدرها الملح تركيزها عالي حيكون كميتها أعلى من الأو اتش السالب. الأيونات الموجبة حتتجه قلنا للكاثود، ولأن الصوديوم والهيدروجين حيتجه اتجاه الكاثود هنا تصير عملية انتقائية. لما شفنا ترتيب السلسلة الكهروكيميائية لاحظ أن الهيدروجين يأتي بعد الصوديوم في سلسلة الفاعلية، وبالتالي اللي يستطيع تفريغ شحنته بشكل أسهل هو منه؟ هو الهيدروجين. إذا الخلاصة أن اللي يحدث في التفريغ الكهربي أو تحليل الكهربي لمحلول كلور الصوديوم مركز أن الكلور تحدث لعملية أكسدة عند الأنود لأن تركيزها أعلى، والهيدروجين تحدث لعملية اختزال عند الكاثود لأن شنو؟ لأن شحنة أو تفريغ شحنة يكون أسهل وأسرع. لو شفنا المعادلات حنشوف أنا عند الأنود لما يمر التيار الكهربائي عند الأنود حنلاحظ بالطبيعة تصاعد منه، تصاعد غاز أو أبخرة من الكلور وهي أبخرة خضراء مصفرة يعني فيها لون بسيط من الاصفرار، بينما عند الكاثود حنلاحظ تصاعد شنو؟ تصاعد غاز هيدروجين. طبعا غاز الهيدروجين من الصعب مشاهدته عند تصاعده لأن غاز يعتبر شنو؟ عديم اللون، لكنه ممكن نكشف عليه عن طريق تعرف عليه بتقريب شظية مشتعلة منه، نسمع عملية صوت فرقعة لأن الهيدروجين هو غاز انفجاري. إذا اللي يحدث عند الأنود قلنا يتجه سي ال سالب، وقلنا ليش يتجه؟ لأن تركيزه أعلى، حيتجه بطبيعة المنو حيمشي للكاثود، ويلقى الكاثود عنده نقص الإلكترونات حيعطيه إلكترون وتصبح ذرة كلور، جي ذرة كلور أخرى تحدثها نفس الخطوة السابقة تتحد كل ذرتين كلور يكونا جزيء كلور، وباستمرار هذه العملية نلاحظ تصاعد أبخرة خضراء عند الأنود، هذه الأبخرة عبارة عن كلور. نجي للكاثود، قلنا الكاثود تحدث عنده عملية شنو؟ اختزال. وقلنا طبعا الهيدروجين ليش فرغ شحنته بدل الصوديوم؟ لان الهيدروجين تم تفريغ الشحنه بشكل اسرع لانه يقع في اسفل السلسله بعيد عن الصوديوم، فبالتالي كل ايون صوديوم حيمشي المنو يمشي للكاثود حيلقاه عنده زياده في الالكترونات حياخذ منه الكترون وتنتج ذره هيدروجين، يجي ذره هيدروجين اخرى تحدث لنفس الخطوه السابقه تكتسب الكترون من الكاثود، وكل ذرتين هيدروجين يعطيني جي هيدروجين، فالناتج يكون عنده الكاثود غاز هيدروجين، غاز هيدروجين وهو غاز انفجاري، وهو غاز انفجاري. اذا الخلاصه لتحليل كهربي لمحلول مركز من ملح الطعام اللي هو كلوريد الصوديوم ماء مالح مركز هو ان عند الانود يتصاعد غاز كلور له ابخره لونها خضراء، بينما يتصاعد عند الكاثود غاز هيدروجين وهو غاز انفجاري. التفاعل العام للمثال السابق اللي هو تحليل كهربي لمحلول كلوريد الصوديوم هذا التفاعل العام، ان كل تلاحظ كلوريد الصوديوم مع الماء حينتج عندي Cl2 زائد H2 زائد هيدروكسيد الصوديوم، أي أن لما نأخذ ملح الطعام وندير منه محلول وندير له عملية تحليل كهربي يكون الناتج عندي شنو؟ يكون الناتج عندي غاز كلور وغاز هيدروجين. باستمرار تصاعد غاز الهيدروجين وغاز الكلور لاحظ شنو؟ أن الناتج يكون عندي يصبح في الخلية يظل عندي في الخلية هيدروكسيد الصوديوم، هيدروكسيد الصوديوم. يبقى نقدرنا نستخدم هذه طريقة التحليل الكهربي لمحلول كلوريد الصوديوم المركز للحصول على هيدروكسيد الصوديوم وهي مادة صناعية مهمة جدا. وأنا كيف ما هو موضح لي أن باستمرار تصاعد الكلور والهيدروجين حيظل عندي في الخلية هيدروكسيد الصوديوم، إذا تستخدم هذه الطريقة للحصول على هذه المادة الصناعية المهمة جدا. نجي الطريقة الثالثة أو المثال الثالث تحليل كهربائي هو تحليل كهربائي لمحلول حمض الكبريتيك. قال لي هنا شنو؟ مخفف، هنا مخفف، هذا عكس السابق، السابق قال لي مركز، ها
أنا قال لي شنو مخفف؟ شنو يعني مخفف؟ يعني كمية الماء زيادة، أي أن أيونات الهيدروجين الموجبة والأتش السالبة للماء تكون شنو؟ تكون كبيرة. فلما نجي للمحلول ككل، المحلول مخفف بالحمض الكبريتيك، نلاحظ الأيونات الموجودة داخل الخلية هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن خلية تحليل كهربي، عبارة عن أيونات هيدروجين. هذه شنو مصدرها؟ مصدرها الماء، وأيضاً مصدرها حمض الكبريتيك. إذن أيونات الهيدروجين موجبة، مصدرها الماء ومصدرها حمض الكبريتيك. الكبريتات مصدرها حمض الكبريتيك. الأوتش سالب مصدرها الماء. فلما قال لي المحلول مخفف، إذن راه هذا المحلول يحتوي على كمية كبيرة من أيونات الهيدروجين وأيونات الأوتش السالب. فبالتالي تلاحظ أن أيونات الهيدروجين ليس لها منافس آخر. يبقى كل أيونات تتجه في اتجاه الكاثود هي عبارة عن أيونات هيدروجين فقط، لأن ما فيش أيون موجب آخر ينافسها. فبالتالي يكون الناتج عند الكاثود هو غاز انفجاري، هو غاز الهيدروجين. بينما لاحظ ان في عند الانود هناك منافسه بين ايونات الكبريتات لانها سالبه وايونات الاتش لانها سالبه. هل الافضليه حتكون الاتش السالب؟ ليش؟ لان عده اسباب. اول حاجه تتفرق شحنتها بشكل اسهل، وايضا انا مخفف، اذا كميه الاتش السالب تكون شنو؟ تكون اكبر. فاذا اللي يحدث عندي يتصاعد غاز الهيدروجين عند الكاثود لان ما فيش منافس كيف ما قلنا لايونات الهيدروجين الموجبه، بينما هنا عند الكاثود عند اسف الانود اللي يحدث ان حتصير مفاضله بين الاوتش السالب وبين ايون الكبريتات، فتكون افضليه للاوتش السالب. ليش؟ لان مخفف، بالتالي يكون كميتها اكبر، وايضا عمليه تفريغ الشحنه لايون الاوتش السالب حتكون شنو؟ حتكون اسهل واسرع. اذا حنشوف عند الانود شنو يحدث. اللي يحدث عند الانود ان كل اربع ايونات اوتش سالب تتجه في اتجاه الانود اسف اللي هو القطب الموجب، فبالتالي يكون الناتج غاز سرقت يعمله. لو شفنا معادله الانود حنلاحظ ان كل اربع ايونات او اتش سالب تتجه في اتجاه الانود حيكون الناتج عندي اكسجين وماء، ويتم فقد اربع الكترونات، يعني الناتج عند الانود يكون شنو؟ يكون غاز الاكسجين. اذا خلاصه التحليل الكهربي لمحلول مخفف من حمض الكبريتيك ان الناتج يكون غاز هيدروجين وهو غاز انفجاري عند الكاثود، بينما عند الانود حيتصاعد غاز اكسجين، وغاز اكسجين ايضا غاز عديم اللون، يمكن ايضا الكشف عنه بان لو قربنا منه شظيه متوهجه حيعيد شنو؟ يعيد اشتعالها. ليش؟ لانه يساعد على الاشتعال، فبالتالي نقول ان هذا غاز اكسجين. عندي ملاحظات مهمه هنا تقول ان اول ملاحظه عند وجود اكثر من نوع، وكيف ما شفنا في الايونات حتصير عمليه شنو؟ عمليه تفريغ انتقائي او تفضيليه او فيش في عمليه التفريغ. قلنا الايون اللي يتم تفريغ شحنته بشكل اسرع حيتم تفريغه عن الاخر، وهذا لاحظناه في عده الامثله اللي خذيناهن. ايضا في ملاحظه ثانيه قال لي حمض الكبريتيك هو لما يكون مركز يكون شنو؟ مركب تساهمي، يعني ما وصلش تيار كهربائي، لكن لما ندير منه محلول نلاحظ ان شنو؟ تم تحرير الايونات لانه حيذوب في الماء، وبالتالي يتم عمليه توصيل الكهربائي. نجي لمعادله الكاثود بالنسبه للتحليل الكهربائي، ما زلنا في التحليل الكهربائي لحمض الكبريتيك المخفف. نلاحظ ان الهيدروجين، وقلنا الهيدروجين حيتم تفريغ شحنته اسرع من منو؟ ما فيش ايون منافس له، فبالتالي يتم شنو؟ يتم تفريغ ايون الهيدروجين فقط. بينما لو كان عندنا الاوتش السالب الاس او 4 سالب حتم تفريغ الاوتش السالب. هنا لان ايونات الهيدروجين مصدرها حمض الكبريتيك ومصدرها الماء، اي ما فيش منافسه هنا، حيتم ان كل ما يحدث ان ايون هيدروجين حيمشي للكاثود ويلقاه غني بالالكترونات، حياخذ منه الكترون وتحول وتنتج ذره هيدروجين، يجي ذره ايون هيدروجين اخر يمشي للكاثود وياخذ منه الكترون، ويتم عمليه تحويلها الى ذره هيدروجين، تتحد كل ذرتين هيدروجين لتكوين جزيء شنو؟ جزيء هيدروجين، اي الناتج عند الكاثود يكون غاز هيدروجين وهو غاز انفجاري. هنا ايش قال لي في المحلول المخفف؟ لاحظوا ان في عمليه تحليل كهربي لحمض الكبريتيك ان الناتج كان عنده الكاثود شنو؟ كان عنده الكاثود غاز هيدروجين، وعند الانود غاز اكسجين. هذا على ايش يدل؟ يدل كانك انت تدير في تحليل كهربي للماء. تحليل كهربي للماء، ولما شفنا تركيب الكيميائي للماء هو عباره عن H2O، نلاحظ ان كميه الماء الهيدروجين الناتجه عند الكاثود يكون ضعف كميه الاكسجين الناتجه عند الانود. هذه الملاحظه اللي ظهر امامنا في الشاشه. نجي ندرس سوى العوامل المؤثره في التحليل الكهربائي. طبعا ممكن الطالب يستنتج عده عوامل، ممكن تسال الطالب يقول شنو العوامل اللي اثرت في التحليل الكهربي كيف ما تعلم؟ يقول لك الطالب اول حاجه التركيز،
لأن الطالب لاحظ أن بكلما تغير